أعزائنا، مع تجاوز العدوان بتحالفه الدولي الظالم شهره الرابع، تثبت الأيام وبصورة جلية فشل المراهنين على الخارج كما فشل تحالفهم وعملاؤهم بالداخل في تحقيق أي مكسب على أرض الواقع، فكانت انتصاراتهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إلى التفاصيل. الارتهان والمراهنة مصطلح الخاسرين وعنوان الفاشلين، وكما خسر المنبطحون لسياسة العدوان السعودي واستدعاء الخارج، يبدو التحالف العربي المترنح ومن يقف معه خاسرا أيضا، لا سيما مع مرور أكثر من 4 أشهر من الصمود الأسطوري لشعبنا اليمني، ليستيقنوا بعد ذلك أن ارتهانهم لفلة العملاء أكبر حماقة في التاريخ. الحقيقة المرة بمضمون الفشل، تحاول أيادي العدوان بما تملكه من إمكانيات ووسائل إخفاءه أمام العالم، فالأهداف العسكرية والاقتصادية للمعتدين وسبق الإعلان عن تحقيقها وهما. فواقع الأمر يؤكد أن القدرات العسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية تبدو بأفضل حالاتها، بينما مخططات الحصار الاقتصادي على الشعب لتركيعه لم تؤتي أكلها، كما أن اللعب على إذكاء روح الطائفية والفتنة التي يتقنها المعتدون ارتدت عليهم، فالجبهة الوطنية الداخلية متماسكة، فكان الفشل هو المصير المحتوم الذي ينتظرهم. الارتهان للخارج لا يريد أصحابه سوى الهلاك، والتاريخ حافل بالكثير من العبر والدروس، فمن يراهن على غير هذا الشعب مصيره الزوال. فالشعب الإيمان والحكمة وبه يكون الرهان، فهو وحده من يقرر مستقبله، وعلى الباغي وأزلامه تدور الدوائر.